مناسبة عيدية جديدة تبدو فيها مأرب على هذا النحو غير المألوف إلى ما قبل 3 سنوات، إذ تكاد الحركة التجارية لا تتوقف، حيث شهدت إقبالا مكثفا من المواطنين في فترة ما قبل العيد لاقتناء المستلزمات العيدية التي قفزت أسعارها إلى أعلى مستوى لها. يرى الكثير أن ثمة فرصا للفرح وإسعاد الأطفال لم تعد تحضر سوى في هذه اللحظات، وإن بدت ناقصة نتيجة غلاء السلع التجارية وما يقابلها من انخفاض في القدرة الشرائية. أسواق الملابس والثياب وجدت كل شيء نار جدا غالي، والله محافظة مارب في أن في المواطنين لا يتحملون وجود هذه الأشياء لأنها نار غالية مرة. وأنا تم وصولي من المملكة العربية السعودية إلى محافظة مارب، أتفاجأت أنا بالأسعار والله. هذه عليه 180 وصاحبه يقول يبغى 200,000. سوق الماشية شهد في هذا العيد توافد المئات من الناس ممن حاولوا تدبر أمرهم وشراء الأضاحي في وضع لم يعد بإمكان المواطن البسيط الإيفاء بحاجياته العائلية خصوصا الأضاحي. بعد ذهابي إلى السوق المواشي بالأسعار الجنونية للمواشي والأبقار، ومما جعلني أني أتردد في عدم أن أضحي في هذا العيد. مع هذه المناسبة العيدية تحولت مأرب إلى سوق كبيرة بأسعار تجاوزت حدها المعقول، ما دفع الناس لمطالبة السلطة المحلية بتفعيل الدور الرقابي كمحاولة لخلق حالة توازن بين أسعار المنتجات وقدرتهم الشرائية. أصبحت القدرة على إحياء المناسبات وتلبية احتياجاتها تحديا يعجز الكثيرون عن الإيفاء به في ظل وضع معيشي يزداد تدهورا وانخفاض في القدرة الشرائية وتفاوت في أسعار المنتجات في أسواق المدينة فضلا عن غياب الرقابة. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.